السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة سيدات إعلاميين ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الوطنية والدولية، شكرا لكم على الحضور هنا إلى مداومة المترشح الحر الفائز في هذه الانتخابات الرئاسية سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. بداية نتوجه ونيابة على المديرية وعلى المترشح الفائز كما قلنا بجزيل الشكر والعرفان للشعب الجزائري على هذه التزكية، على هذه النتائج الطيبة التي قدمها لصالح رئيس الجمهورية ولصالح الجزائر. الانتصار هو انتصار جزائري وانتصار لفائدة الشعب الجزائري. الحمد لله أن العملية الانتخابية تمت في أجواء جيدة وفي أجواء طيبة، نتائجها كذلك.